ربنا جل وعلا يأمر بالفضائل والكمالات، وذي النساء عورة كبيرة، وصفة لباس المرأة يجب أن يكون متصفا بما يلي: أن يكون طويلا ليس بالقصير، صفات إثبات وانتفاء، طويلا ليس بالقصير، واسعا ليس بالضيق، سميكا ليس بالشفاف، أن يكون خاليا من كل ما يلفت الأنظار من الزينة. أن يكون طويلا ليس بالقصير، واسعا ليس بالضيق، سميكا ليس بالشفاف، أن يكون خاليا من كل الزينة اللافتة للأنظار. فإن تكاملت في هذه الصفات فهو لبس شرعي. أما اللبس الضيق واللبس الشفاف والواصف فهذا ممنوع. كذلك أن تستعطر المرأة، تخرج متعطرة عند الحريم عادة، إن امرأة تزور امرأة في نهاية الجلسة، كان هذا الحمد لله الآن تبدأ تتقلص، يعني تجيب صيدية رأسها كلها أبو الحواري، صحيح؟ ها عارف أنه صحيح، تجيب صيدية رأسها كلها بخور وكلها عطور، تخطف عليها ذاك طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، تخطف عليها كله وتطلع من هناك تفوح بصيرة يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا وسلموا عليه، يوم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة ليشم الناس ريحها فهي زانية. ومر بن مسعود مرة وشم رائحة امرأة قال: يا هذه ارجعي لبيتك واغتسلي غسلك من الجنابة فقد زنيت. بس خارج مرة من آمنة وشم رائحة العطر.